في أيام قرطاج الثقافية اللي بدأ المهجري وهو مهرجان جديد له خصوصية بشراكة فعلة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهو يعنى بالمبدعين التونسيين المقيمين خارج الوطن في كل المجالات، في الموسيقى، في الشعر، في الأدب، في الرقص، في الإبداع التشكيلي، في النحت، في كل المجالات. لذلك المهرجان له مسارات متعددة، يعني في الموسيقى، في الشعر، في الأدب السرد يعني الرواية والقصة، فيه الفن التشكيلي، فيه الموسيقى الكلاسيكية، فيه الندوات الفكرية، وإن شاء الله ربي يوفقنا بإذن الله. الدورة باش تكون ناجحة بإذن الله.